كثير، أغلب الآراء كانت من المختصين، والناس وجدوا بهالجريدة أنه هي استمرار للحياة تماما. بسوريا والحركة الاجتماعية والثقافية رغم ظروف الحرب. لنتعرف على تفاصيل وفكرة المشروع بشكل أوسع بشاركنا صباحنا لليوم الأستاذ مهند الحيك، مدير مشروع جريدة المكتب العملاق. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا فيك، الخير، أهلا مبروك كمان. وسهلا، شكرا. أهلا وسهلا فيك أستاذ مهند. الله يخليكم. يعني الجريدة العملاقة كانت حديث الشارع والإنترنت والمقاهي وكافة يعني وين ما كانوا متواجدين السوريين كانوا عم يحكوا عن هالجريدة العملاقة. نحن حابين نتعرف أكثر، كيف بدأ هالمشروع وانطلقت هالفكرة؟ الحقيقة بلشت من واقع فندق سمير رميس اليوم يلي هو قيد إعادة تأهيل، هو مستثمر اليوم من قبل شركتنا نزهة اللوجستية. فطبعا فيه عمار من جوا، فنحن مغطينه بشادر اخضر لحتى يعني ما يبين الشغل وهيك. حبينا انه نجمل، نعطي جماليه اكثر للمنطقه بشيء يكون يضيف هالجماليه وبنفس الوقت يكون مفيد. فاول شغله بتخطر هي موضوع الاعلان، فحبينا يكون هذا المكان هو منصه اعلانيه ولكن بطريقه جديده ومبدعه، ما بدنا نكرر شيء تساوى من قبل يعني. فبناء عليه بلشنا نمشي بهذا الاتجاه، وطلعت الفكرة شوي شوي انه هي تكون جريدة، ما تكون اي شيء اعلاني محطوط جامد بنفس المكان، بنفس الوقت تكون بتتجدد. مثل ما بتعرفي هو العدد كل 3 اشهر بيرجع بعيد، بيطلع عدد جديد، وبالتالي في 3 اشهر بيرجع ببدل. هذا الشيء بيعطي كمان تجدد للمكان، علما انه هي بتضل جريدة ولكن اعدادها بتختلف. نعم. قديه درستوا هالموضوع وهالمشروع؟ قديه فكرتوا يمكن بالصعوبات؟ وقديه كانت المساحة المعلوماتية دراستها؟ نوع الخط، كمية المعلومات اللي بدكم تحطوها؟ تمام. الحقيقة أخذت دراسة لأنه هي الأولى من نوعها، وخاصة أنه نحن هي بيكون فيها مقالات، وبالتالي اليوم نحسب حساب الخط كيف بده ينقرأ ومن وين. ودرسنا الزوايا المميزة ومن وين بتنشاف من أي مكان. فأخذت وقت منيح، دراسة منيحة فنية. بعدين درسنا موضوع التركيب، كيف بدنا نركب على السقايل، لأنه هن من نهاية السقايل يعني ما نون مجهزين 100% لياخدوا هيك شيء. وطبعا المساحة 2000 متر مربع كمان هي صعبة لا 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 تتغطى بشكل آمن، احنا بيهمنا كمان الأمان يعني، فكتير انحسبت من كل النواحي. كمان يمكن في دور لكم كتير كبير من قبل اللي حابين يجوا ويشتركوا معكم ويتم إعلان عن منتجاتهم أو عين أي فكرة. كيف بيتم استقبال المعلنين وأيضا كيف بيتم اختيار المساحات لكل منتج أو لكل موضوع؟ نعم. هلا الحقيقه نحن يعني من البدايه هي الجريده عملنا لها مثل سياسه تحرير، او لنقول يعني شيء نحن نقدر نعتمده ويكون هو مميز تجاه المعلن. اليوم طبعا نحن مكاتبنا مفتوحه وتليفوناتنا موجوده للي بيحب يتصل فينا وياخذ اعلان. نحن طبعا اول شيء بنشرح الفكره، بنشرح شو اللي بيميز الجريده عن اي شيء ثاني بالنسبه للمعلن، واللي هي تختصر بانه اليوم المعلن اول شيء يعني موجود بجريدة هي الأولى بالعالم اليوم، صارت مساحة 2000 متر بمركز حساس بقلب المدينة. يعني أي حدا بده ينتقل من شرق لغرب العاصمة أو العكس فهو إجباري بده يمر من هون. هي نقطة تانية مميزة. النقطة الثالثة أنه نحن اليوم الإعلان عم نبني مع المعلن، أنه اليوم نحن عم نتيح له مجال يحط نص صغير يشرح فيه شيء عن منتجه. طبعا هذا الشيء نحن برأينا بيضيف قيمة ثقافية اجتماعية وأوقات علمية للشيء اللي هو عم بيحاول يعرضه، وهو بالنهاية موجه للمستهلك اللي هو بتعرفي قطبين الإعلان دائما هو المرسل اللي هو المعلن والمستهلك اللي هو المستقبل. وبالتالي هي القناة بيناتهم هي هم كل وسائل الإعلام بالعالم، كيف تكون مبدعة أكثر لحتى تقدر توصلي الرسالة صح من هون لهون لياخذ المعلن النتيجة اللي هو بده إياها وأحسن. أكيد. هلا رح تستمر تحت عنوان جريدة المكتب اللي هي بالأساس مستوحات يمكن من جريدة المكتب المعروفة لكل زوار مقهى المكتب. تمام. هلا أول حقيقة جريدة المكتب العملاقة وجريدة المكتب هن جزء من شيء اسمه المكتب للإعلان. نعم. اللي هو عبارة عن مجموعة منصات مختلفة هدفها بالنهاية الإعلان المبدع والإعلان الجديد. فبديت جريدة المكتب الورقية اللي هي بتوزع اليوم بمقهى المكتب، تصدر كل شهر، وانطلقنا منها لطلعنا بجريدة المكتب العملاقة اللي هي من نفس المبدأ. رح يكون فيها طبعا مثل ما لاحظتوا انه فيها مقالات ثقافية، فيها عن شغلات يمكن ما كل العالم بتعرفها عم نسلط الضوء عليها، وخاصة بمدينة دمشق وبعدين بكرة بكامل سوريا يعني. ف
هيك مبدأه. تماما، يعني عن جد هالمشروع هذا فكرته كتير مبشرة وبدل على استمرار الحياة ونبض الحياة والثقافة بسوريا. اليوم رسالة كتير كبيرة عم تتوجه للخارج، لكن هل ممكن يدخل هذا المشروع موسوعة جينيس وترجع أكيد يتجدد اسم سوريا بموسوعة جينيس؟ الحقيقة نحن نتأمل، ونحن جماعة طموحين كتير، فلهيك ما بنستبعد أبدا هالمشروع، إن الله راد رح نبلش نشتغل عليه. الله بيوفقنا إن شاء الله. إن شاء الله. لما شفتوا يمكن أنتوا مديري المشروع ومؤسسي الفكرة، قالوا هاللهفة من الناس إنه أجت شافت هالجريدة الإلكترونية، كيف كان شعوركم؟ هذا حفزكم لتعملوا شيء جديد كمان؟ طبعا، يعني الحقيقة الحضور كان كتير حلو، ومو بس الحضور، الحقيقة التشجيع من كل الجهات، يعني حتى من السيارات العالم عم تميل راسها حتى تشوف. طبعاً شو طبعاً شو طبعاً. هو الحقيقة بتبلش القصة من وقت ما بلشت الفكرة تنضج أكتر. يعني اليوم مالك المبنى اللي هو المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي كتير شجعونا، بعدين المؤسسة العربية للإعلان كمان قدموا لنا كل التسهيلات والدعم والتشجيع، فمثل ما تقولي الكل تبنى معنا الفكرة، بعدين منتقل بقى للوسط العام. يعني العالم كان حضوره حلو كتير، حبت المشروع كتير، انبسطنا بحضورهم، وإن شاء الله هيك هلأ عم نراقب بالشارع، يعني عالم كلها بتمرق وبتطلع. ونحن الحقيقة موجهينا لكل الشرائح، اليوم الشخص الماشي على رجليه هو قدران يوقف ويقرأ، يلي سايه يمكن يشوف الصورة العامة بس، وغير هيك هلأ الصورة كلها ككتلة، وخاصة بالليل لما تكون مضواية هي شغلة كتير جميلة بالمنطقة وجديدة. يعني مشروع جديد اشتغلتوا عليه بكل عزم ومحبة أكيد لنشر هالثقافة، ثقافة الحياة بسوريا. يمكن سؤال بكير على، لكن حابين نعرف هل ممكن نشهد هالمشروع بباقي المحافظات؟ الله راد. نحن أساسا يعني هلأ بلشنا بأوتيل سميراميس، هلأ كمان ممكن بيكون في أبنية تانية قيد إعادة التأهيل، نحن ممكن أنه يمتد هذا المشروع بدمشق، وبعدين أكيد بده ينتشر لباقي المحافظات إن شاء الله. يا رب أكيد كل التوفيق لكم، وتحية كتير كبيرة لكل الكادر اللي اشتغل بهذا المشروع، وإن شاء الله منشهد كل جديد بتقدموه. شكرا للإخبارية السورية برنامج صباحنا غير لمواكبتنا واستضافة الحلوة هي. شكرا لكم، ومثل ما قلنا أريج يمكن أنه هالمشروع هو مو بس تنشيط لسوق الإعلانات والتسويق بسوريا، هو أيضا رسالة أنه بالحياة بسوريا فيها أفكار، فيها مبدعين وفيها حياة. أنا بدي أشكر وجودكم. شكرا كثير لك أستاذ مهند. شكرا لكم. يا هلا فيك.